السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد صلاح. هنتكلم النهاردة عن أمر مهم جدا وهو أمر الميرور. أمر الميرور هو التماثل حوالين بلان أو سطح، وبنقدر إن احنا نستخدم بلان بلات التلاتة إن احنا نعمل عليهم تماثل أو بنعمل بلان مخصوص ليها أو بنستخدم أي سطح من دول، بس شرط يكون السطح مستقيم، ما يكونش ولا هو كيرف ولا هو سيركل. في حالة زي كده عشان نقدر نعمل ميرور ليها هنيجي نطلع فوق وهنيجي نلاقي في عندنا البلانات التلاتة الرئيسية موجودة معانا. لو الشكل متماثل حوالين بلان فخلاص احنا بنبدأ نستخدم البلان ده، ولو مفيش بنعمل بريفرنس جيومتري بلان في الميد بتاعي. أول حاجة هنيجي ندوس على أمر ميرور هنا، وهو أول حاجة بيسألك في الحقيقة عن الميرور فيس بتاعك، فأنا هاجي أختار الميرور فيس بتاعي اللي هو رايت، مظبوط كده؟ تمام. بعد كده بنيجي نشوف هنختارها فيتشر ولا فيس ولا بادي. أول حاجة هنيجي نختار الفيتشر تو ميرور بتاعتي الايه؟ الاكسترود بتاعي ده. يفضل انت تختاره من هنا من جرافيك اريا. عمل ايه؟ يختار لك الاكسترود بتاعك. لو انت دوست على الفيلت كمان هيختار لك الفيلت كمان معاك. وهنا بيقول لك وريني فول بريفيو للشكل او بارتشال بريفيو، فخليها فول بريفيو، لان الفول بريفيو لو الامر مش هيتنفذ معاك بيبقى وضح لك ان هو مش هيتنفذ. فكده احنا عملنا فيتشر ميرور للاكسترود وللفيلت مع بعض. بعد ما بخلص خالص باجي بدوس اوكي، باجي بلاحظ ان الميرور تم معايا، ودي اول حاله بنستخدم فيها الميرور. تابعونا في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نقدر نعمل ميرور للبادي وعن الحالات التانية للميرور.